مدينة نوفر الأثرية واحدة من أقدس المدن لدى السومريين والبابليين، إذ أنها تعد عاصمتهم الدينية. وتذكر الروايات أن تاريخ هذه المدينة يعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد، إذ اكتشفت التنقيبات أن هذه المدينة تمتلك حضارة وعلوم وثقافة في جميع المجالات، كما أنها بيّنت البعد التاريخي والحضاري لها. السلام عليكم أعزائي المتابعين، اليوم رجعنا لكم بحلقة جديدة ومغامرة جديدة من زقورة أور اللي موجودة بناحية نفر. احنا حاليا هسه متواجدين بهاي المدينة، مدينة الإله أو مدينة الآلهة لتعدد الآلهة اللي انوجدت بهاي المنطقة، مثل آلهة النار وآلهة الحرب وآلهة الحب وآلهة الفيضان وآلهة الزراعة، مثل ما كانوا قبل يسمونها اللي كانوا حكموا بهاي المنطقة. يعني طبعا هاي المنطقة تعتبر من أهم المناطق أو المدن التاريخية في محافظة الديوانية والعراق. طبعا حكم هذه المنطقة هم الآشوريين والأكاديين والسومريين وأيضا البابليين. حاليا احنا متواجدين في هذه المنطقة التاريخية العريقة، حاليا متواجدين أمام يعني الزقورة اللي موجودة أو المعبد، معبد الآلهة. حاليا راح ندخل داخل المعبد ونراويكم شنو الموجود داخل المعبد. طبعا مثل ما تشوفون هسه احنا دخلنا داخل المعبد اللي موجود هذا بآثار نفر او زقورة نفر. طبعا مثل ما تشوفون هسه اشوف البناء هو مخروطي الشكل، يعني السقف مالته يعني لا عندهم مثلا خشب او شيء مال بذاك الوقت حتى يسوون السقف مال الزقورة او المعبد. طبعا شوف شلون تركيب مسوينه على شكل مخروطي الشكل حتى السقف مالته مخلين، بالاضافة الى موجود هذني فتحات المراقبة، يعني فتحات لكل غرفة من دني الغرف. طبعا الزقورة تتكون من 3 غرف أو 4 غرف موجودة، لكل غرفة موجودة من جميع الاتجاهات فتحات للمراقبة. مثل ما تشوفون هاي فتحة أيضا المراقبة، يعني يترصدون مثلا الأعداء أو أي واحد يجي باتجاههم، يعني مسوين من دني أبراج مال المراقبة. هسه حاليا هذا أيضا هاي فتحة مال المراقبة، منا أيضا موجودة هاي فتحة مراقبة، يعني تطل على الصحراء هاي اللي قدامهم. مثل ما تشوفون هي الأرض أرض صحراوية اللي موجود بها هذا الموقع الأثري، وحاليا يعني مخلين فتحات حتى يراقبون اللي يجيهم الأعداء أو أي واحد يجيهم من هناك يشوفونه، لأن المنطقة مكشوفة صحراوية. مدينة نفر تعتبر مدينة الآلهة لتعدد الآلهة اللي موجودة بهذا المنطقة أو هذا المكان، بالإضافة إلى يعني تعدد الشخصيات التي حكمت هذه المدينة التاريخية، مدينة بابل، أيضا البابليون والأكاديون والآشوريون، وأيضا بالإضافة إلى الحكم العثماني جاء بعدين بالفترة العثمانية أيضا حكموا بهاي المنطقة. طبعا المنطقة تعرضت إلى التخريب وإلى السلب والنهب، وطبعا المنطقة مهملة يعني تحتاج إلى ترميم مثل ما يشوفون، وتحتاج إلى صيانة ولا عناية خاصة من قبل المختصين حتى تكون في يعني المنظر اللائق للسواح واللي يتوافدون على هذه المدينة التاريخية التي أسست من قبل ما يقارب 5000 عام قبل الميلاد. تعتبر أقدم مدينة تاريخية إن ولدت على الأرض المعمورة في مدينة الديوانية ومحافظة الديوانية العزيزة. طبعا مدينة الديوانية تعتبر من المدن التاريخية العريقة التي حالها حال باقي المحافظات التي توجد فيها المواقع الأثرية. ابقوا ويانا، راح نطلع لخارج الموقع الأثري ونشوف شنو اللي موجود، باقي المعابد التاريخية اللي موجودة.
هذا الطابوق أو مادة الفرشي اللي مبني من عنده هي الزقورة أو معبد الآلهة. طبعا طابوقه كلش ثقيلة، شوف هاي هذا البناء مالته كله نفس هذا الطابوق ما يختلف عنه مثل ما تشوفون من مادة الفرشي. أيضا مخلي له هذا مادة القير أو الزفت، هذا شوفه يعني من ذاك الوقت مخلي له هذا المادة اللي بانين عليه حتى ما يتآكل. أعزائي المتابعين، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من معبد الآلهة أو زقورة أور التاريخية اللي موجودة بناحية نفر. انتظرونا في حلقة جديدة وآثار جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.